مشكلة جفاف العين دلوقتي بقت مشكلة شائعة جدا عند ناس كتير. ناس بيشتكوا من جفاف العين، بتحس ان عينيك مجهدة وبتحس بحرقان في العين وتحس ان عينيك ناشفة وتحس ان في زي رمل كده في العين. المشكلة دي اعتقد انها موجودة عند معظمنا بسبب النظر فترات طويلة جدا لشاشات الموبايل وشاشات التلفزيون، بالذات الموبايل، لان الموبايل بقى جزء لا يتجزأ من حياتنا كلنا سواء اطفال او كبار. تلاقي الموبايل في ايدينا كلنا 24 ساعة حرفيا، الوقت بتاع النوم بس اللي ما بنمسكش فيه الموبايل، انما غير كده الموبايل معانا بصفة مستمرة وصفة دورية. زائد كمان التعرض بشكل مستمر للشمس، خاصة الناس اللي بتقف يعني في الشمس فترات طويلة، التعرض للأتربة، الحاجات دي كلها بتزود جدا من جفاف العين وإجهاد العين. في بعض القطرات المرطبة اللي أنا بثق فيها بشكل شخصي واللي أنا عن نفسي مجرب معظمها، والأنواع ديت أنا يعني أثق جدا في الفعالية بتاعتها، فهرشحها لحضراتكم. بعض الأنواع بتاع القطرات المرطبة ديت، والأدوية دي بالمناسبة تعتبر أوفر ذا كاونتر دراجز، يعني تقدر تروح تشتريها من غير وصفة طبية، يعني تقدر تروح الصيدلية وتشتري أي قطرة من القطرات ديت بأمان تام، مفيش ليها أي موانع استخدام أو مفيش أي مشكلة ممكن تحصل منها، إلا إذا لو في حد عنده حساسية من المادة بتاعتها أو حساسية من المادة الحافظة اللي موجودة جوه القطرة، وديت نادرا ما تحصل. هنبدأ مع بعض كده في القطرات ديت، والقطرات ديت تعتبر يعني معتمدة بشكل أساسي على 3 مواد فعالة، دول يعتبروا هما الأساس في القطرات ديت. ممكن بقى يزيد عليها مادة أو 2، ولكن دول يعتبروا الأساس. مادة الصوديوم هيالورونيت، ودي أشهر قطرات موجودة عليها. أول حاجة الهاي فريش، طبعا القطرة اللي موجودة معايا هعرضها، والقطرة اللي مش موجودة هنزل صورتها على الشاشة. فأول حاجة معانا الهاي فريش اللي هي مادة الهيالورونات الصوديوم. الهاي فريش ديت سعرها 43 جنيه. هنعرض القطرة وهنعرض السعر بتاعها. هاي فريش دي 43 جنيه. تاني قطرة موجودة معانا بولي فريش. طبعا هنستخدم اي نوع من القطرات ديت، يعني نستخدم قطرة واحدة بس، والقطرات دي كلها بإذن الله هتجيب نتيجة ممتازة جدا. بولي فريش قطرة، والبولي فريش دي سعرها 38 جنيه. رقم 3 معانا سولو فريش، هتنزل صورتها دلوقتي على الشاشة. سولو فريش قطرة، ودي سعرها 36 جنيه. بعد كده الهيالو جراند قطرة، هيالو جراند دي سعرها 28 ونص، كان الأول سعرها 20 ونص وزادت بقت 28 ونص. هيالو جراند قطرة، طبعا القطرات دي كلها نقدر نستخدمها 3 مرات أو 4 مرات يوميا. القطرة اللي بعد كده معانا لوبري فيسك، لوبري فيسك قطرة، دي نفس المادة الفعالة صوديوم هيالورينات، واللوبريفيسك دي سعرها 17 جنيه. القطرة اللي بعد كده قطرة مستوردة اسمها زي لويال، ودي سعرها 165 جنيه. طبعا في بعض القطرات اللي بيكون فيها مواد حافظة، ودي لو هتستخدم القطرة اكتر من 4 مرات في اليوم، فيفضل انك تستخدم نوع من القطرات بتكون عبارة عن جرعة واحدة فقط، يعني بتكون عبارة عن أمبولات، بتحط الأمبولة مرة واحدة في العين وترميها، دي بتكون من غير مواد حافظة، بحيث لو هتستخدمها أكتر من 4 مرات في اليوم ما تسببش أي التهابات أو حساسية. المادة اللي بعد كده معانا اللي هي مادة الهيدروكسي بروبايل ميثايل سيلولوز، وأشهر قطرة فيها نفس المادة الفعالة دي اسمها تيرز جارد. تيرز جارد قطرة، ودي سعرها 19 جنيه. تيرز جارد القطرة اللي بعد كده اسمها تيرز ناتشورال، تيرز ناتشورال قطرة، ودي سعرها 30 جنيه. فيها نفس المادة الفعالة هيدروكسي بروبايل ميثايل سيلولوز، ومنضاف عليها مادة كمان اسمها ديكستران. يبقى دي تيرز ناتشورال وقلنا ان سعرها 30 جنيه. القطرة اللي بعد كده صورتها هتنزل على الشاشة اسمها ارتيلاك، ارتيلاك قطرة، ودي سعر القطرة الواحدة 10 جنيه. النوع اللي بعد كده معانا
قطرة بتحتوي على المادة الفعالة صوديوم كربوكسي ميثايل سيليلوز، ودي زي ريفريش تيرز، ودي صورتها هتنزل على الشاشة برضو دلوقتي، ريفريش تيرز، ودي سعرها 36 جنيه. والنوع التاني اسمها اوبتيف قطرة، ودي برضو صورتها هتنزل على الشاشة دلوقتي، اوبتيف قطرة سعرها 52.5. في طبعا بقى نوع من القطرات اللي هي القطرات المستوردة اللي هو سيستان الترا، ده طبعا يعني الطب، ودي طبعا بتوفر ترطيب عالي جدا جدا للعين، ولكن سعرها غالي شوية، ودي طبعا خالية من المواد الحافظة. سعر سيستان الترا 290 جنيه. في كمان نوع من القطرات برضو غالية شوية اسمها بلينك قطرة، ودي سعرها 190 جنيه. السيستان الترا فيه المادة الفعالة بولي ايسايلين جليكول وبروبايلين جليكول، والبلينك قطرة فيها البروبايلين جليكول. دول كده يعتبروا من اشهر وافضل انواع القطرات اللي انا استخدمت كتير منها او معظمها يعني، وجربت معظمها، وبالفعل في قطرات كتير جدا ترطيبها ممتاز ورائع وجايبة نتيجة ممتازة جدا. في كمان جل لا ممكن نستخدمه قبل النوم لو القطرات دي مش موفرة ترطيب عالي، وده طبعا نادرا ما بيحصل يعني، القطرات دي ترطيبها كويس جدا، ولكن لو عايز تزود حاجة معاها كمان تزود من الترطيب، ممكن تستخدم جل اسمه كورنر جل، ده بتستخدمه مرة واحدة قبل النوم، عشان طبعا بيكون القوام بتاعه بيكون تقيل فبيعمل تشوش في الرؤية، فتقدر تستخدمه مرة واحدة قبل النوم، بتحطه قبل النوم وتنام بيه عادي جدا مرة واحدة بس يوميا، وسعر كورنر جل 9 جنيه. الميزة كمان في القطرات دي انها ممكن تستخدم اثناء الحمل والرضاعة، وكمان ممكن تستخدم للاطفال، ودي ميزة كويسة جدا. والحاجة التانية انها تعتبر او تي سي او اوفر ذا كاونتر، يعني تقدر تروح تشتريها عادي جدا من الصيدلية وتستخدمها، ملهاش اي اثار جانبية او ما بتعملش اي حساسية او احمرار، يعني امنة تماما. في بعض الاسباب اللي هي بتؤدي لجفاف العين زي مثلا نقص فيتامين الف، يبقى لازم تهتم بشكل كبير جدا بفيتامين الف. لو عندك نقص فيتامين الف اذا في جفاف في العين، يبقى لازم تاخد مكمل غذائي فيه فيتامين الف، او تهتم بالاكلات اللي فيها فيتامين الف. زي اكبر مصدر لفيتامين الف هو الكبدة، الكبدة الحيواني دي تعتبر اكتر حاجة فيها فيتامين الف. لو بالنسبة للمصادر النباتية فعندنا طبعا الجزر، لان معروف ان الجزر بيقوي النظر بسبب احتواء على فيتامين الف، او البيتا كاروتين، والسبانخ، دول يعتبروا اكتر حاجات فيها فيتامين الف. في كمان بعض الادوية اللي هي ممكن تسبب جفاف في العين، زي مثلا الادوية بتاع حب الشباب زي النتلوك، او الادوية اللي فيها نفس المادة الفعالة بتسبب جفاف شديد في العين. كمان كتر النظر لشاشات الموبايل زي ما قلنا، وشاشات التلفزيون بشكل مستمر وعدد ساعات متواصل، كمان ممكن الشخص يفضل باصص للموبايل فترة طويلة جدا من غير ما يرمش، طبعا بيكون في تركيز شديد جدا مع الحاجة المعروضة على الشاشة، فبتفضل وقت طويل جدا من غير ما تعمل عملية بلينكينج، من غير ما ترمش. طبعا الرمش ده مهم جدا لإفراز الدموع. دي كده تعتبر يعني اهم الاسباب اللي ممكن تؤدي لجفاف في العين. لو الفيديو عجب حضراتكم ياريت طبعا ما تنسوش تدوا لايك للفيديو، ولو في حد جرب اي نوع من القطرات دي ياريت يكتب لي في التعليقات انه جرب النوع ده ونتيجته كويسة، ولو في حد جرب انواع تانية غير الانواع دي ياريت برضو يكتب لي في التعليقات بحيث الكل يستفيد. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، شكرا ليكم، الى اللقاء.